كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جينا للمحمية ديال الفراشات اللي كاينة في شمال استراليا. هاد المحمية حلوها في 1987 وبقى لحد الان خدامة. كيف تشوفوا راه فيها الفراشات غير مطلوقين ودايرين من الفوق بحال الشبكة باش ما يخرجوش. اي واحد كيجي للكينز ضروري ما كيجي لهاد البلاصة كيشوفها، خصوصا الوليدات الصغار كيعجبهم يجيو هنايا. حنا تقريبا راه كنجيو كل سيمانة، كنجيو مرة في السيمانة. هاد المرة جينا في الويكاند والعطلة، كنهي عامرة ما قدرتش نصور بزاف. المهم كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تشوفوا شي حاجة جديدة. دخلنا لواحد الشوب سدودة دايرين فيها دي كادغ، وكل كادغ دايرين فيه فراشات حقيقيين. هادو ماشي تصاور، هادو فراشات حقيقيين وكاتبين تحتهم لي زانفورماسيون عليهم.
ودارين جميع انواع الفراشات من العالم كامل، سواء من اسيا، من افريقيا، من امريكا، من استراليا، اوروبا، جامعين جميع انواع الفراشات، جميع الاشكال، الالوان، الاحجام. وكيف ما غادي تشوفوا راه كاين بزاف ديال الانواع، سبحان الله كاينين شي اشكال والوان زعما عجيبه. فراشات زرقين البنات، وهادو اللي فيهم التوركوا مال الخضر، هادو فراشات كاينين في هاد المنطقه اللي انا فيها شمال استراليا. داخل الموسوعة غينيس على أساس أنها هي أكبر محمية كاينة في العالم. كنتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى أنكم ديروا لي بارتاجي مع أصحابكم وحبابكم، وإلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله.